السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ أمين عبد الحسيب الضريبي. هنتعرف النهاردة إن شاء الله على كيفية إنشاء موقع إلكتروني احترافي ما فيش بعد كده باستخدام الذكاء الاصطناعي أو الـ AI. يلا ندخل نشوف الموقع بتاعنا، اسمه هوكس. يلا نشوف كده، هنبدأ نكتب هنا العنوان بتاع الموقع بتاعي. يقول لي هنا أول ما كتبت هوكس يقول لي هنا إيه؟ هوكس اي اي ويب سايت بيلدر كرييت يور ويب سايت إيه؟ 5 مينت. هينشئ لي الموقع بتاعي في 5 دقائق. طب تعال نجرب نشوف هيقول لي ايه. هضغط عليها على الرابط بتاعي عشان يبدا ادخل تسجيل الدخول بتاعي، او هضغط هنا انتر ايميل او جيت يور ويب سايت. طبعا عشان اقدر احط الايميل بتاعي هنا عشان يبدا ينشئ لي، لازم الاول ان انا اعمل تسجيل. هعمل تسجيل دخول لوج ان. هيبدا يقول لي انت عندك حساب ولا هتبدا ان انت ايه تنشئ حساب جديد او تعمل دخول بحساب على طريق الجيميل او كلام من ده. اه زي ما حضرتك شايف كده، هنا بيقول لي دخل بقى الايميل والباسورد بتاعك. لا انا هعمل كرييت نيو اكونت، عاوز اعمل حساب من خلال مثلا اللوجين ايه ويز جوجل، من خلال الجوجل. طبعا انا هدخل على الجوجل من هنا وهبدا اسجل باي حساب من الحسابات الخاصه بيا، ثواني ايه يبدا ايه يسجل معايا. هنا اول ما انا سجلت هيبدا يعمل ايه عمليه التحميل للموقع. طيب لو حضرتك دي اول مره ان انت تسجل فيها مش هيظهر بالشكل ده. هنا انا مسجل بقالي فتره وعامل ايه اكتر من موقع ويب على العنوان هنا الموقع بتاعي، فبالتالي ان هو جاب لي بالشكل ده عشان يفتح لي المواقع اللي انا اشتغلت عليها والحاجات اللي احنا اللي قبل كده. طيب لو افترضت ان انت اول مره هتلاقيه جايب لك الاختيارات مباشره، دي عندي 7 خطوات لازم امر بيهم عشان يديني الموقع تمام تمام زي ما انت عاوز. طيب لو انا سجلت قبل كده او عامل حساب قبل كده، هنا طبعا بقول ايه في ويب سايت عشان اشوف الايه الموقع بتاعتي، هنا اديت ويب سايت عشان ان انا ابدا احرر او اعدل فيه. طيب هضغط على صوره البروفايل بتاعي كده هيظهر مجموعه من الايه الحاجات الشغل اللي انا كنت عامله. لو انا عاوز انشئ واحد جديد هبدا اضغط على كرييت نيو. هضغط كرييت نيو. كرييت نيو ديت لو حضرتك اول مره اتسجل في الموقع اول مره داخل هيظهر الشكل ده. يبقى انا لو عملت قبل كده هضغط من البروفايل واختار كرييت هيظهر الشكل ده مباشره. لو حضرتك اول مره ان انت تدخل على الموقع هيظهر برضو الشكل ده مباشره. هنا عندي 7 خطوات وهنا كل خطوه من الخطوه الهوكس بتاعي كاتب عليه اي يعني ايه ديت كله عن طريق الذكاء الاصطناعي، فهو عاوز يفهم وجهه نظرك عن الموقع بشكل كامل ايه عشان يبدا يديك موقع مطابق للي انت عاوزه. هنا طبعا بيسالك بيقول لك ايه هي الفئه اللي انت بتصف الموقع بتاعك، الموقع بتاعك هيبقى ايه عشان اقدر ان انا افيدك واديك حاجه اللي انت عاوزها. طب هنا مديني بعض الامثله، هو تشوف بقى انت ايه اونلاين ستور عن طريق الانترنت، عاوز فود، عاوز كريت، زي ما انت عاوز. شوف اختار الحاجه اللي تعجبك. هنا بلوج لو انا عاوز اعمل مدونه اختار مثلا ايه اونلاين ستور. طيب هنا ايه الحاجه اللي انت هتشتغل عليها او ايه الامر اللي انت بتشتغل عليه او الحاجه. بص هنا طبعا في هنا كده اكتر من حاجه، سبورت مش عارف ايه هوم، ممكن اخد الاول ريزلت زي ما انت عاوز. هختار مثلا سبورت واختار ده مثلا كمثال. طيب هنيجي هنا تحت نضغط على كونتينيو. يبقى انا كده خلصت من اول حاجه، حددت الايه الهدف بتاعي او الفئه بتاعتي اللي انا عاوز اعمل بيها الموقع. طيب بيجي يسالني السؤال الثاني بيقول لي قم بتخصيص الموقع الويب الخاص بك عن طريق الخدمات التي ترغب في تقديمها. انت عاوز تقدم ايه الخدمات اللي انت هتقدمها في الموقع بتاعك؟ فبتبدا ان انت تختار. طبعا في هنا عندي كمان شو مور، تمام، هبدا اختار ايه الخدمات اللي انا عاوز احطها في الموقع بتاعي. انا اخترت مجموعه من الخدمات، خلصت تمام، هبدا اضغط على كونتينيو. بص كده بيبدا يعرض لك يقول لك انت هنا عملت كذا سؤال، وهو بيبدا يطلع ويجيب السؤال اللي بعديه، السؤال رقم 3. هنا بيقول لك قول لي انت عاوز تعمل ايه بالموقع بتاعك عشان ان انا اقدر اساعدك. هنا جت نيو كاستم ان انا ابحث. شوف بقى ايه اعمل اللي انت عاوز. هنا رايت بلوج، عاوز تعمل مدونه اختار اللي انت عاوزه. من هنا بوكينج عشان يعمل حجز، هنا سيل بي مبيعات، شوف اللي انت عاوز تعمله من خلال الموقع بتاعك عشان يطلع الموقع بالشكل المناسب. هنا رقم 4 الاصفي، انت عاوز هنا المكان بتاعك الفعل النشاط. انت هتبقى عندك عنوان معين، يعني انت هتقول مثلا ان انت في الشرقيه، انت في القاهره، انت في باريس، انت في مش عارف ايه، اختار العنوان بتاعك اللي هو ايه الموقع بتاعك ايه علامه الجي بي اس ده. طيب هنا لا انا هشتغل اونلاين. هنا بيزنس ادرس هنبدا ان انت تدخل عنوان بريد الكتروني او كلام. طب لا انا هدخل ايه، هقول له اونلاين، انا بشتغل اونلاين. شوف دي الاسئله كلها اللي بتمر، تمام، يبقى هو بياخد وبعد كده ايه بيحفظ عنده وبيبدا يديك السؤال اللي بعده. طيب هنا بيقول لي هنا ايه
صوت انت دخل اسمه ايه بقى الموقع بتاعك او النشاط بتاعك او الفئه بتاعتك من انهي حاجه، يعني انت العلامه التجاريه، اكتب اي حاجه انت عاوزها. انا هكتب مثلا امين ضريبي، تمام؟ طبعا ده امين ضريبي ده اسمي انا، ده بقى ايه اللي هو علامه تجاريه. طيب هضغط هنا على كونتينيو، استمرار في كل الاسئله، تمام؟ يبدا السؤال اللي بعديه. سيلكت هايلايت اس بي. هنا يونيك طبعا، يعني فريد، حدد 3 جوانب فريده من نوعها للعمل بتاعك. هو هنا مختار لك ايه، جانبين من الجوانب بتاعك. طبعا هنا برضو في الشمول ممكن احنا نظهر حاجات تانيه. اختار. طب افرض ان انت عاوز، وفي لسه حاجات تانيه. طب افرض ان انت عاوز مثلا تمام. طب ممكن اشيل دي واختار واحده مكانها عادي براحتك، مش مشكله. ده هو اختار لك حاجتين من الحاجات المؤسسه او الحاجات المهمه، يعني انت عاوز تختار اي حاجه تانيه غيره مفيش مشكله. كونتينيو. دي الاسئله. جمع. How would you like your website is... اه ال... الناس اللي هيدخلوا على الموقع بتاعك انت عاوزهم يتواصلوا معاك ازاي؟ الزائرين بتوعك عاوزهم يتواصلوا معاك ازاي؟ هل هتدخل رقم موبايل؟ يبقى لازم تدخل رقم موبايل، وطبعا مش تنسى الايه الرقم الدوليه. ولا عن طريق الايميل، يبقى تدخل ايميل. ولا عن طريق الويب سايت، لا ده عن طريق الموقع بتاعي، انا عاوز كل حاجه تنعمل عن طريق الموقع. يبقى هنا عشان يحط لك ايه امكانيه ان هو يبعت لك رساله من خلال الموقع. طب تمام شكرا، من خلال الموقع. كونتينيو. هنا بقى بدأ يظهر معايا الشكل بتاع الموقع بتاعك. هنا القلم الديني، هنا ادي نمط، الثاني، الثالث، ثلاثة. رقم 2 الفونت، الخط، شكل الخط انت عاوزه يبقى بأني شكل. طيب هنبدأ نختار النمط اللي انت عاوزه، اي نمط مش هتفرق معانا طبعا. هنا ده بس كده ولا النمط ده، طبعا بيبدأ يعمل معالجة ويبدأ يديك الشكل. هنا ده مثلا انا هختار الشكل ده، تمام كده وكله تمام. طب ده في لوجو، فين اللوجو ده؟ سيبك منه دلوقتي. هنا ممكن تعمل باك لو انت عاوز تعمل ايه اي حاجة في الأسئلة او عاوز تعدل اي حاجة. هضغط هنا خلاص، شكرا يا عم. كرييت ماي ويب سايت، انشئ لي بقى الموقع بتاعي بناء على الاسئله اللي انا عملتها. ايه الجافا سكريبت بيبدا هنا يكون، بيبدا يكون لي هنا الموقع بتاعي بناء على الحاجات اللي انا اديتها له، تمام كده. هنا بيبدا هو يعمل هو بنيابه عني الايه الكريتور ده كده عشان يبدا انشئ. هنا بيقول ايه سايت هاز دي ويب بيلدر، تم انشاء الموقع ويب الخاص بيك. طيب هنا هنيجي الى مرحله ان انا لو عاوز اعدل داخل، طبعا لازم اكيد هتعدل. هتعدل لايه يعني؟ ليه هتعدل؟ هنا مثلا مكتوب اللوجو، طب بالاي اي هنا عاوز هيد لوجو، مش تعمل طبعا هنا مثلا ايمج، هيقول لي ان احنا نعدل كمان في الصور كده كله. طيب في حاجه عن اللغه الانجليزيه، طب هنا امرين، في حذف وفي تعديل كلمه الرئيسيه، تمام. يبقى انا كده كتبت مكانها، عدلت اهوت اللغه اللي انت عاوزها. ابدا غير بقى اللي انت عاوزه، كل الكلام اللي هنا ده نفس الحكايه، هتبدا ان انت تغير هنا، هنا كل الداتا اللي عندك هنا، وتبدا تختار اللون اهوت من مجموعه الالوان اللي هنا عندي، وهنا عنوان فرعي ولا ايه ولا الاي طبعا هنا الاي اي اساسا هو اللي كاتب اي رايت، اللي هو ايه بيكتب من روحه. هنا مثلا سيارات، اي حاجه موتوسيكلات حسب الاختيارات بقى انا ايه مختار. طيب مثلا في هنا مثلا سين ماشي، هنا مثلا في اللي هو البيانات ديت او الشغل اللي معمول هنا ده، ماشي حضرتك كل اللي انت هتعمله اكيد ان انت هتروح جاي. انا مش فاهم ايه اللي هو كاتبه دي الصراحه، فروح جاي كده ببساطه خلاص. بص كده كليك يمين عليه واقول له ترجم في جوجل. طب انت هترجم ليه؟ اقول لك ده هو هيبدا هنا طبعا ياخد الكلام اللي انا اديته له ويبدا يترجمه لي في جوجل اللغه العربيه. فهنا هيبدا ياخد يتعرف تلقائي على اللغه، او اقول له ديت لغه انجليزيه. هنا بقول لك استمتع بتجربتك الجديده، شكرا. كنترول سي، كنترول في، تمام. طيب لا كل بقى اللي هي كل الموقع بقى حضرتك بالكامل هتبدا تاخد كل حاجه هنا في الموقع، ادي كنترول سي، او تعمل له ترجمه وتبدا تعمل ترجمه الناحيه الثانيه بقى وتعمل الموقع بتاعك. يبقى انت هنا استفدت من الموقع، عاوز تعمله انجليزي، عاوز تعمله عربي، عاوز تعمله باي لغه حضرتك عاوزها، وتبدا تعدل في الاعدادات بتاعتك، تبدا تظهر تعمل التنقل، تخليه فوق تحت، تعمل تعدل بالذكاء الاصطناعي، اعمل اللي انت عاوزه. هنا في الاخر هيبقى عندك موقع خاص بيك. طبعا هنا الموقع ايه هو بتاعي، تمام كده. هنا يوز كاستم دومين، تمام، تخصيص الدومين بتاعي. طيب هنا لو انا عاوز اعدل اي حاجه مفيش مشكله، اقدر اعدل اي زر، اعمل اي حاجه او اي امر انا عاوزه. طيب هنا لو انا عاوز اعدل اللوجو دي، مش عاوز الكلمه، بص حضرتك هنا لما انا ضغطت عليها انا ايه عدلت، اخترت من هنا التعديل ان هي صوره. طيب بص في هنا شكل صوره اهي، تمام. هضغط على شكل الصوره ده، هيبدا يقول لي هنا ايه اديت ايمج، عدل الصوره. طبعا هنا بقى ابدا ان انا اخد ماي ايمج، ابدا اضيف من عندي، ابدا اشوف الصور لفري، ابدا اعمل سيلكت ايمج، اعمل اي حاجه كومبليت لو انا عاوز اعملها من خلال اللي هو الامر بتاع الايه
الاي اي، عاوز اضيف فيديو، عاوز اضيف اي حاجه انت عاوز تضيفها في العلامه التجاريه، هتبدا تختار من هنا حسب ما انت عاوز، وبعدين اقول له سيف ايمج اللي انت عاوزه. عاوز اضيف تكست كمان مفيش مشكله، اضيف تكست تحتيها او نص يظهر معاه، تمام. يبقى ديت لو عاوز ان انا اعدل واضيف صوره من الصور اللي عندي هنا. طيب هنا طبعا اي حاجه، هنا الصوره اللي ورا ديت الخلفيه ديت مش عاجباني، طيب ماشي، ما لما اضغط عليها هي بتديني ايه؟ ادي الصوره اهي، ابدا ايه؟ عدل، ضيف اللي انت عاوزه، ادي هنا الايمج هيبقى موجوده. يبقى كل الموقع بالكامل اصبح تحت انت حاطط في الحساب بتاعك، وتدخل على الموقع وتضيف تعدل وتزود وتعمل اي حاجه، وادي الموقع اهو، تبدا انشره، ادي للناس، يبدا ان يدخلوا على الموقع بتاع حضرتك. طبعا هتلاقي فيه تحت اللي هو الباكنج او الحيز، عشان خاطر ان هم يتم التواصل مع الزائرين بتوعك. هذا الموقع هو، هبدا اتحرك لتحت كده عادي، اشوف التكمله بتاعه الموقع. طبعا زي ما اتفقنا بقدر اعدل على اي حاجه انا عاوزها هنا، هنا الريمور، هنا الكلام ده كله، هنا الايه البيانات، هنا باي ناو، هنا اللوجو بتاعي، اي حاجه انت عاوز تضيفها، اي حاجه هنا في الاعلانات عاوز تعدل فيها، عاوز تضيف، عاوز تعمل اي حاجه، ما فيش اي مشكله خالص في الموقع بتاعك يوز كاستم دومين، تمام كده. اتمنى اذا عجب حضرتك الفيديو ما تخلش علينا بالاعجاب، اشترك معانا في القناه، تفعيل زر الجرس ليصلك منا كل جديد. شكرا لحضرتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.